كابتن فاروق، لو انت دلوقتي مسؤول عن لجنه فنيه في نادي الزمالك، او ليك انك تختار او تحط خطه او بلان لمستقبل نادي الزمالك، وانت لسه كنت دلوقتي بتتكلم دلوقتي عن ان الزمالك لازم يكمل على هذه الانجازات ويرجع تاني بياخد بطولات كتير، الزمالك محتاج ايه الفتره اللي جايه عشان تكمل الصوره الحلوه ويستمر الزمالك بنفس القوه؟ يعني الزمالك محتاج الفتره الجايه الاستقرار. يعني احنا النهارده لسه بيقولوا في ايقاف تلج لنادي الزمالك، يعني الواحد ما بيحبش الحاجات دي، الحاجات دي بتعمل احباط سواء للجماهير سواء للعيبه، الناس اللي بتدير يعني ان شاء الله داخلين مشكله، يعني ان شاء الله هي حته حل كل المشاكل. اللي احنا عايزين نشوف الزمالك في احسن حاجه، يعني احسن حال واحسن حاجه واحسن استقرار، وانا شايف ان يعني البطوله دي ممكن تبني عليها بشكل كويس اللي جاي، ان الدنيا هتهدى شويه، ولما الدنيا تهدى تقدر تشتغل. فان شاء الله المجلس يشتغل، الاداره في النادي تشتغل، واللعيبه طبعا في كل الالعاب مش الكوره، انت عندك العاب كتير موجوده، العاب صالات وحمامات السباحه وكل طبعًا الحاجات دي. بس الكوره احنا دايما هنا بنتكلم، مثلا كل الاعلاميين وكل المحللين يقول لك الزمالك لسه فرقه فيها نواقص، فيها نواقص كتير. يعني بنتكلم على التدعيم، وانت عايز تدعم برضك، انت ما بتقدرش تجيب لعيبه، ما فيش حد يفتي ويجيب لعيبه غير عن طريق المدير الفني او في لجنه الكوره. طبيعي هتفتي هتبقى انت بتخسر النادي، بتخسر النادي عدد من اللعيبه، يعني بتخسره في القيد واحد او اثنين او ثلاثه اللي انت هتجيبهم وهم مش مستوى النادي، بتدفع فلوس والفلوس بتروح عليك. تاني حاجه اللعيبه دي بتعمل لك مشاكل طول السنه، بتبقى غضبانه فانت عايز تراضيها، ودي مشاكل، وبتحصل خلافات بين اللعيبه والمدير الفني، ودي مشاكل، وبتحصل خلافات بين اللعيبه في التدريبات مع بعض اللي ما بتلعبش. فانت دايما انت محتاج له الاستقرار، محتاج لاداره في اولاد النادي كتير جدا يصلحوا ان هم يكونوا في اللجنه الفنيه ويديروا النادي بشكل كويس، وان شاء الله دي بدايه ان شاء الله الفتره الجايه لعيبه نادي الزمالك. وطبعا مش ما بتكلمش الجماهير دي، الجماهير هي يعني هي الحاجه الجميله جدا ان هي جمعت كده مره واحده طبعا، ودعمت ووقفت مع النادي وروحها وبقلبها بكل حاجه. بس مين من الفريق دلوقتي حاسس انت وانت بتتفرج كده كابتن فاروق تقول والله الزمالك محتاج باك رايت، لا الزمالك محتاج مدافع، لا الزمالك محتاج نص، مع اللي موجودين مش تقليدا من اللي موجودين، محتاج مهاجم، محتاج فين الزمالك عشان بص مشتغل. انا رايي برضك اول ما اللعيب يوصل سن ال 30 سنه 32 سنه 33 المعدل الذهني بتاع اللعيب بيقل، المعدل البدني بتاع اللعيب يقل، معدل التركيز بتاع اللعيب بيقل، المنافسه مع زميل واحد هيلعب عليه بيخليه بياخد منه بيسحب منه نسبه من الاداء بتاعه، من الجري بتاعه، من الاحتكاك بتاعه، من التنفيذ بتاع كلام المدرب، دي بتبقى مشاكل للعيبة. انا شايف ان الزمالك مش ما ينفعش ان كل اللعيبه تبقى في الملعب صغيره، ما ينفعش طبعا. يعني ممكن بتقابل يعني درس مثلا خدناه، مثلا لما بتلعب بلعيبه صغيره وتبقى كسبان وبعدين تتاخر، يعني ما عندكش اللعيبه الخبرات، انت محتاج لعيبه خبرات او حافظ عليها. بس في نفس التوقيت لما بتيجي تشتري اللعيبه اللي مثلا اللي هتبقى اضافه او اللي هتطور بيهم تبقى انت شايف قدام شويه، لكن انت عندك عملت مشكله برضك محتاجه كان لجنه تقعد تقول مثلا نص الملعب بتاع نادي الزمالك ما ينفعش، نص الملعب بتاع نادي الزمالك فيه 10 لعيبه. طب هيلعبوا ازاي؟ انت المنافسه هتبقى ضعيفه، وفي نفس التوقيت انت ما عندكش باك رايت بديل، وما عندكش باك ليفت بديل، وما عندكش سرد باكين. وعلى كلام حضرتك مثلا انا فهمت منه ان انت ما كنتش مع فكره قوي رغم قيمته الكبيره مثلا عبد الله السعيد انه يجي في لا العمر. انا مش بتكلم على عبد الله، انا بتكلم على بتيجي انت اجيب عبد الله مثلا واجيب مثلا واجيب احمد حمدي واجيب مثلا هم كويسين لعيبه كويسه طبعا، لا كويسين، لكن نادي الزمالك بتاع بطوله يعني نادي الزمالك بتاع بطوله، يعني ما تقول لعبد الله، عبد الله اتعود على البطولات طبعا. يعني اللي قاعد في النادي الاهلي طول الفتره اللي قاعد في النادي الاهلي، النادي الاهلي بياخد بطولات صحيح، فانت بتجيب عبد الله عنده خبراته. لما بتيجي تتكلم في لعبة كويسه بس مش متعوده روح المكسب، ده موضوع تاني. يعني عارف الاراده بتاعت النصر دي بتبقى مش في كل اللعيبه،
يعني في لعيب كويس جدا لكن ما عندوش الروح دي، ما عندوش الاراده دي. مش فارق معايا قوي، مش فارق معايا نكسب بس لو خسرت مش هتضايق. لا انا اللي يفرق معايا ان الناس تيجي تقول عليا انا لعيب كويس، لكن ما باخدش بطولات. صحيح. يعني مش يعني في لعيبه كتيره احسن مننا لكن ما خدوش بطولات. صحيح. انت سندك وقوتك بطولاتك في ده التاريخ. صحيح. التاريخ ما بيقولكش زي ما انت كنت بتقول في الاول، التاريخ ما بيقولش انت لعبت كويس ولا وحش، انت كنت موفق ولا غير موفق، دي صفحه بتتقفل. لكن الصفحه دايما مفتوحه الانجاز اللي انت عملت له بطولات واحد وقعد اتباهى. لا كابتن فاروق انا شلت كاس افريقيا خلاص، شو هو ده؟ ما حدش يقول لي بقى انت لعبت كام ماتش في البطوله حلو وكام ماتش ما كنتش موفق فيه، انا خدت الكاس. صح. صح.